طب بس انا اللي انا عايز اقوله دايما بقوله في حته مدرب المنتخب ومدرب النادي. مدرب النادي انت تقدر تلعب بالسيستم بتاعك على حسب قماشه اللاعبين اللي عندك. مدرب المنتخب تلعب بالسيستم اللي انت عايزه. يعني انت بالمعنى عايزه. يعني بالمعنى الاصح ايه؟ مدرب نادي بيلعب بقماشه اللعيبه اللي عنده. المدرب بتاع المنتخب هو اللي بيلعب بطريقته اللي هو بيحبها. ليه؟ لانك انت تقدر تاخد كل لعيبه مصر اللي انت عايزها في المنتخب بعينيك انت في المنتخب. انا بحب العب 4 1 4 1، هنقي افضل ناس في 4 1 4 1 في مصر. السؤال هنا اللي انا كنت بقوله دايما، في اوقات وماتشات تدي للجعان زي ما انت قلت، عطشان زي قلت على لعيبه. ده اول ماتش بقى، اول ماتش معذور فيه. اول ماتش يا كابتن، انا موافقك يا كابتن، اول ماتش احنا في البدايه. مين الجعان والكوره يا ابني؟ مين الجعان الكوره في الوقت الحالي يا كابتن؟ في لعيبه. انا اقول لك حاجه، انا كنت يعني لو الامر بايدي هقلل لعيبه الاهلي والزمالك في الملعب النهارده بس. ليه؟ عشان الاجهاد الكبير، ويمكن اقل لعيبه الاهلي النهارده بس هو محتاج الخبرات دي عشان اول مباراه. ما هي برضه الله يكون في عونك. بص يا عادل، زي كاس هتسمع ازاي؟ هي حلوه.